متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نجمة سوشيال ميديا نوميديا لازول، وبعد تفاقم قضية الإيقاع بالطلبة من طرف شركة وهمية، نوهت أنه لا يجب أن نكره كل شخص متهم، وأعطت مثال عن نفسها. مي بيبي واش كاين؟ نو مي بيبي فو نافي با الدروا، يفو با ايت ميجون دو لا في، فايت جونتي مي بيبي، يفو سورتو تحبوني. كي تفوتو تحبوني وبعد ساهل كلش ساهل، علاش ما كنتوش تحبوني بكري؟ باسكو كاين على بالكم في باسكو كنتو دايرين في بالكم بلي انايا متكبرة، درتي في بالكم بلي انايا واش يهضرو عليا الناس كاع صح، شفتو كاع هادو بلي غيمور سي با بيان، ما كاس منها. كيفاش تقدرو تحكمو على عبد اترافيغ واش يقولو عليه؟ جامي الناس كيما يقدروا يقولوا عليك يقدروا يقولوا عليا، تما انا باش نحب واحد ولا نصاحبو نشوف واش الناس يقولوا عليه، جامي نشوف واش هو واش كاين جواه. كونوا كيما انا ما بيبي، حبوني نحبكم، تحبوني بصيف عليكم، ما تحبونيش تحبوني، يا با مويان كاع الاتجاهات تحبوني. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.